علم اليوم يسأل لماذا أنتم الشيعة تؤكدون على الحسين سلام الله عليه، ولماذا تزحفون إلى كربلاء المقدسة؟ ما هو السر في ذلك؟ لماذا هذه العناية؟ لماذا هذا التأكيد على الإمام الحسين؟ هل هو انفعال؟ هل هو رد فعل لشيء حدث في التاريخ أو في هذا الزمان؟ من هو الحسين؟ سيكون حديثنا عن فلسفة الزيارة الحسينية. أنا وعباس وياكم يا مشاية، يا من بعت النفوس وجت شراية، علي واجب أوافيكم يا وفاية، تواسيني شعايركم.